وأطلت سهام على غلاف مجلة نادين لتندلع معها حرب النهوض. صدر سهام أكبر من صدر ليال عبود، عنوان هز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أشعله صدر ليال عبود الأسبوع الماضي لتتحول إلى نجمة البرامج الحوارية دون منازع. صورة عادية جدا منا أوزي، بس العنوان كان جريء وكتير قوي. كنا عم نبوب لصفحات مجلة نادين للقراء طبعا. منا استغلال أو جذب طريقة جذب استغلال للبشر. بالعكس، لا أبدا. ضحكت وقلت له وهل يوجد أكبر من هذا الصدر ليتسع لحب الفن والجمهور؟ صدر سهام سرق الأضواء من ليال، وما لم تقرؤونه في المانشيت قد يزلزل الرأي العام لو قرأنا ما بين السطور. سهام أطلت سابقاً لتعلن أنها لن تقدم التنازلات، واليوم تتنافس مع ليال عبود ومريم كلينك ولارا كي على أكبر صدر في الوسط الفني. فماذا هناك من مزيد تقوله سهام في أول إطلالة إعلامية لها الليلة في للنشر؟ مساء الخير سهام، عن شو عبالك تحكي اليوم؟ ما بعرف يعني، انت قولي لي. زعجتي من التعليقات اللي طلعت؟ مو اكيد يعني، شيء عادي يعني بالنسبه لي. معوده على التعليقات؟ مش معوده، بس لانه هيدا الحكي العالم يعني. انه انا بعرف حالي شو، اللي ما بده يطلع بالصوري ما يطلع. اخترت وقعوا انا جيت اليوم على الاستوديو رح تجي بمشهد اخر. اخترتي فستان مسكر اليوم. ايه، لانه انا هيك يعني، بس بشغلي شغل تاني. مضطرة لأنه أنا موديلينج. بشوف يعني اللي بي شو بدي أقول لك، أنت بتعرفي أكيد لأنه نحن شغلنا كعريضات إجباري نكون عادي يعني بالمايو. في كتير قصص يعني. تشتغلي بعرض الأزياء؟ أو بإيطاليا كتير، بأوروبا هونيك عادي. بس هون بالعرب عندهم كتير ليش أوفر. ليش أقولك؟ ما بعرف يعني، انه ما بعرف. طب انت عرفتي هذا الشيء عنهم؟ لانه انا جيت للدول العرب مشان يعني طلعوا الفكره من هيدي من راسم يعني، فهمتي كيف؟ ما بعرف. بس انت برايك فيك تساعديهم طلعوا الفكره؟ لا مش بدي ساعدهم، لانه هون بالعرب اذا انا بدي اروح على البحر دوبياس ما في حدا بيطالع فيني. صوتي طالع على الميكروين ولا ما طالع؟ طيب طيب اوكي. كنا عم نحكي عن العرب، كنت عم بتقولي لانه قالوا لي ما طالع صوتي. شو كنت عم بتقولي؟ قلت لك لو انا بروح للبحر لابيسين بروح بدوبياس ما في حدا بيحكي عني عادي يعني. بس لانه اذا بطلع بغلاف او شيء او بالتي في بيقولوا لا هيدي منا منيحه عاطله. لا مش هيك. انت شو طلعت بدك تقولي؟ انه انت منيحه من جوا، ما هيك؟ اي اكيد، لانه الناس بتشوف بس برات الغلاف، بس لانه ما بيشوفوا جوا شو حاكي انا. بس بيشوفوا الصوره بصيروا بيحكوا عنا. بس الناس ما بيعرفوك يا سهام انت شخصيا ليقولوا او يبرروا ولا هيدا الشيء، يعني بيحكموا عليك من الشيء اللي طالع على الغلاف. انت ليه قررت تقدمي حالك هيك للجمهور العربي؟ بشو قدمت حالي؟ قدمت حالي كأنا عارضه وممثله يعني، ما في شيء يعني، انه نحن مثل مادونا مثل شاكيرا، انه كمان شاكيرا عربيه وعادي يعني. ليش الناس ما عم تتعلق؟ بس عم تتعلق لانه بس يشوفوا كمجلات بالدول العرب بيصيروا بيحكوا عنهم. انت قررتي انه تسكني بلبنان؟ لانه لبنان بحسها بلد ثاني يعني، مش قررت يعني. مرتاحه فيها كثير يعني. ترتاحي فيها كثير؟ قد ايش صار لك هون؟ 3 سنين. العنوان اللي حطيتيه قلتي، قالت بمحل ليال باحدى المقابلات، قالت انه انا لو صح لي ارجع لورا ما بحط نفس العنوان بعد التعليقات اللي صارت علي. هل هذا الشيء بينطبق عليك؟ انت اذا رجعتي لورا بتنقي نفس العنوان؟ لا انا ما يعني الحكي العبود هي ليلى عبود اللي قالته، انا ما خصني بحكيها، انا بحكي شيء بخصني انا. ايه بس من واحد الشيء اللي قالته، انت اذا رجعتي لورا بتنزل الموضوع كما هو بنفس عنوانه او إيه بتغيره؟ بنزل اكثر واكثر واكثر واكثر، ما عندي ما لقيتيها انه في مشكله. شيء برجع لها هي، ما خصه فيها. طب شو ايجابيات برايك انه انت تطلعي بالشكل اللي انت بتشتغلي فيه بحياتك مثل ما انت قلتي؟ شو البلس اللي بيعطيكي اياه انه تظهري انت مثل نوع شغلك مثل ما انت بتقولي؟ شو الشيء اللي بتكسبيه يعني؟
بكسب لانه انا في ناس بتحب هيك وفي ناس ما بتحب هيك، في ناس ما بعرف بشوف وحده بس بتطلع بالكفر بتروح كنا او بطلع بالتي في، او في مثل بمصر من زمان كانوا بيطلعوا عم بيبوسوا عادي، بيطلعوا بلبسنا قصير عادي بالافلام بيطلعوا عم ببوسوا بالافلام وحتى بالكفر عادي، بالكفر بيطلعوا عم ببوسوا بعض؟ لا مش عم بقول لك عم ببوسوا، لا قلت لك من زمان فهمتي كيف؟ حتى كان عندهم صورهم عادي يعني بيلبسوا عادي بدون افلامهم او كنجوم يعني اكيد كانوا كنجوم يعني. طب البعض اللي برايه انه هيدا الشيء اوفر يعني بهيدا المحل انت برايك ما شوي بتكوني عم تاذي حالك؟ لا ليش باذي حالي؟ هالشيء منه اوفر، هالشيء عادي كثير بالنسبه لي. يعني لما سهام بدها تفوت هلا على، انت قلتي كمان بكذا محل انه انت بدك تفوتي على الخط الفني وبدك تمثلي صح وبدك تغني او شيء من هالنوع؟ لا ما بغني لا. اوكي لا. بدك تمثلي وبدك تفوتي على مجال الفن الواسع صح. هيدا بيهمه الشخص انه يجيب اكثر عدد من الجمهور. ايه اوكي، برايك انت بتكسبي هيك عدد من الجمهور او بتكسبي انتقادات اكثر؟ انا بقول لك شيء لانه اكيد الانتقادات بتكون عند فنان او ممثل او عارض او مغني او كل شيء بيكون عنده انتقادات يعني، بس لانه ما خص هيدي بهيدي، لانه انا بشوف لانه بنت بتطلع كالكفر او بتطلع او بغني، يمكن انا لو كنت انا مطرب بغني يمكن بكون صدري طالع او بيكون جسمي يعني، في كثير من الفنانات بيطلعوا عريانات يعني ما بقول لك اساميهم اكيد معروفين يعني كمان عم ينتقدوهم. ايه بس انت انه عم تقولي عنهم عريانات، بس انه محل انت عم تاخذي طريقهم كمان. لا انا ما عم بقلد حدا، انا سهام غانم بشتغل على شكلي وبشتغل على. طب حلو يحبوا الشخص على شكله برايك؟ لا انا اهم شيء عندي اكثر شيء عندي الداخلي وبعدين الخارجي. ما هو بدك تفرجينا الداخلي يا سهام، بدنا نشوف الداخلي شو هو. انا لا. اليوم اصريت على فكره يعني بموضوع البرنامج، احيانا نستضيف اشخاص او بعض الحالات اللي بتلحقنا كمان نحن بالانتقاد، بس بمكان معين ما بنجرب نشوف ليه في صبايا عم بفكروا يقدموا حالهم بهالطريقه، جربنا ناخذ منحى اخر اذا لاحظتي يعني. نحن هون ما بنسخر من حدا ولا بننتقد حدا، بنجرب نفهم ليه، يعني قصة حشرية الناس تفكر ليش ممكن صبية بجمالك ثانكس ليلك وواضح انه كمان بتعرفي تخلصي حالك بالإجابات ليش بدها تتكل بس على شكلها وبهالشكل اللي بقلبه برأي البعض أو الأكثرية استعراض لشيء خاص؟ يعني أنت شو الشيء الخاص بعد عندك إذا أنت طلعت بهالصورة؟ سوري أنا بقول لك شيء، قلت لك قبل شوي قلت لك أنا بطلع بالبحر، بطلع بالبحر إنه في ناس ما عم تفهم، لو أنا بطلع بالبحر دو بيس بالبحر عم بتشمس بدي أعمل لي ريلاكس عادي يعني، ناس ما عم بتشوف لو حتى ما عم تطالع فيني أصلاً يعني، بس لأنه إذا طلعت بالتي في هيدا الانتقادات عند الناس اللي ما بعرف شو في راسهم يعني، بس يشوفوا وحده بدها تبلش او بده هي الدومين بيصيروا بيحكوا عنا بالعاطل بالعكس. بس انا ما طب رح يكونوا كل الكفرز اللي حتعمليهم بهالجرأه؟ اكيد طبعا. يعني انا ما بشو انا ما عم بحكي عن الناس بالعاطل، انا هيدا شغلي ما عم بحكي بشيء شيء اللي بحبه انا بعمله يعني. في كذا شغله قلتيهم بعد الكفر، هلا حياتك احسن من قبل الكفر وبرايك؟ لهلا ما شفت شيء صراحة. ما في كثير هجوم بحلات اكيد كمان. هجوم بس لانه انا مني انا بحب دائما اوصل للمرحله اللي فيها بكون تدريجيا، ما بحب اطلع وبعدين انزل. لا بس هيك مش سريعه هيدي الطريقه؟ هي سريعه على حسب الجمهور يعني. أيه بس هيدي بتعتبر مقصوده الحمد لله. لا مش مقصوده يعني. لا مش مقصوده. مش مقصوده؟ لا مش مقصوده. هذا الكفر مش مقصود هيك؟ لا مش مقصود. بس عم تقولي اللي جايين حيكونوا هيك كمان؟ بيكونوا اكثر فاكثر بس تخطيط يعني في اكيد تخطيط لشو مخططه بعد؟ لا في كثير شيء بس لانه انا ما عم بقلد حدا. سهام اهلك كيف عاملين بهذا الموضوع؟ اهلي الحمد لله ما خصهم يعني قبلين هذا الشيء؟ ما اهلي ما خصهم بشيء، هيدي حياتي انا. في خلاف مع الاهل يعني؟ لا اكيد طبعا لا الحمد لله ما في شيء. في رجل بحياتي؟ نو لا قبل كنت مزوجه وما في نصيب. بس بتحبي انك ترجعي تعيشي قصه حب مره ثانيه؟ لا قصة حب عندي هي بكون ستار، بحب بكون بحب حالي بس. ما بدك ترتبطي بقى؟ مو هلا بعدين لانه انا لساتني صغيره. قلت شيء بالمجله، لما اقرر انا اسلك اي طريق بالفن على سبيل المثال قلتي هون الغناء، الكل رح يقعد ببيته ويطبخ. يعني البعض قال انه حتى العنوان انت عملتي فيه نوع من المباراه مع ليال، لو اشرتي لها بطريقه ايجابيه، حكيتي عنها اول شيء بطريقه ايجابيه، بعدين قلتي انه انا احسن منها بهذا الشيء بالقياسات، ورجعتي هون قلتي اذا انا بعمل فنانه
يعني بعد فرحة تقولي بينضبوا ببيتهم، الطبخ ما في شيء عيب يعني، بس قلت بينضبوا ببيتهم البقايا، يعني فايت التحدي مع مين يعني؟ لا انا مثل ما قلت لك انا ما عم بتحدى حدا وما عم بقلد حدا، هيدا الشيء لإلي انا، فهمتي كيف؟ بس انه هيدا هو هيدا هو الحكي، هيدا هو الحكي مثل تبع عادل كرم هيك بقول. اي بنسلم عليه لعادل كرم عادل. ايه وانا كمان كثير بس قلتي انا بشغلي بمعنى كانه تتجاوزي الخطوط الحمراء ولا انت ضمن الخطوط الحمراء؟ تعرف عنك انه انت تتجاوزين الخطوط الحمراء، يعني ما في ليميت، ما في سقف. لا اكيد بيكون في ليميت. شو هي الليميت؟ على حسب. على حسب شو؟ على حسب بشوف يعني اذا بقدر او ما بقدر. شو الشيء اللي ممكن تكوني ما بتقدري عليه برايك؟ اللي ما بقدر عليه؟ انت قلتي في شيء بقدر وفي شيء ما بقدر. ايه. ايه شو الشيء الممنوع اللي ما بتعمله سهام؟ ممنوع ممنوع عندي يعني ما بغلط على حدا او ما بحكي لحدا او ما بحكي بشيء اسمه سياسي وما ما خصني بحدا، خصني بشغلي بس. انه انا سهام انخلقت لهيدا الفن بس. يلي بشوف هالشيء سهام بكل صراحه بحضر الاتهام. ليه؟ بيقول هيدي امراه سهله، شو بتردي؟ لا انا مش سهله. انا مش سهله ابدا ابدا ابدا، مش سهله. انه انا يمكن ناس بتشوفني انه انا بطلع عريانه بس ما في حدا بيتجرأ يلمس شعره. شفتي شعره ما بقدر يلمسها، مش عارف، مستحيل. لانه انا بعرف حالي، لانه تربيت. اوكي تربيت لانه مثل ما بتشوفي الصوره اكيد عريانه وكل شيء مبين، بس لانه من جوات سهام مش هيك، انه هيدا شغلي، لانه بعشق شغلي. بس تتفرجي على حالك وتتفرجي بنفس الوقت على التعليقات القاسيه. اوكي حاطه المجله سهام إيه؟ وحاطه شايفه التعليقات اللي من وحي استفزاز لمجتمعنا، بتعرفي انت مجتمعنا مختلف مثل ما انت قلتي. صح. مختلف بهالمحل، ما احيانا بتحس انه عم بيضايقوني عم بيوجعوني، بركي انا لازم شوي غير؟ لا بالعكس ما عم يضايقوني، بالعكس عم يشهروني اكثر، عم يعطوني الباور، عم يعطوني لانه لو ما كانوا الصوره هيدي ما كانوا حكوا عني. لا ممكن بتجيبي وحده صوره بتحطي عادي، يمكن دو بيس بتطلع عادي. يعني هيدا اقصر طريق للشهره برايك؟ مش اقصر، مش اقصر، لانه يعني هيدا الدومين مش خاصه انه انا يعني بطلع بالمجلات مش الناس تحكي علي، لا بالعكس، لانه اذا ما بده حدا يشوف مجلتي ما يشوفها. يعني انا ما قلت لهم روحوا اشتروا المجله، اكيد لا. طب يعني اذا حدا، انت قلتي شغله على فكره قبل شوي لما قلت لك انه انت جميله وهذا الشيء، وقلت لي انت لي في شيء من داخلي ما عم بيشوفوه العالم. من داخلي في شيء اسمه طفوله، في شيء اسمه، لانه الناس بس تشوف الشكل وتشوف الجسم ما بيهمهم، مش بس تشوف البنت خلاص بيحكوا عنها بالعاطل او شيء، بس انا لا مش هيك. ما بدي فوت على خصوصياتك، بس قلتي انك انت متزوجه، عندك اولاد؟ لا اكيد لا. لو كان عندك اولاد كنت طلعتي هيك على الكبر؟ ايه بطلع اكيد، لانه هيدي حياتي، انه اكيد البيبي اكيد بدي كمان يعني اعمل له حياته، بس ما خصه فيه، هيدي حياتي. شو اللي بدك يخليكي، شو بدك تعملي انت هلا لتفرجي انه انت عندك مواهب داخليه ان كان بالتمثيل او بالفن؟ وما بيزعجك انه احيانا لما بتحكي عن اي اسم بيقولوا ما هيدي المشهوره بهالشغله او مشهوره بهالقياس او مش، يعني بيزعجك هيدا الشيء؟ مش افضل انه ينقال انك مشهوره بموهبه معينه؟ انت قلت بحب اطلع السلم درجه درجه. صح اكزاكت. مثل ما قال جورج وسوف، كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، هلا صارت لا بيأخر ولا بيقدم. بس ما انت بتنشهري عند الناس، عن مين بتنشهري؟ اكيد اكيد عن الناس، بس مثل ما قلت لك الناس عم بيحكوا، يعني انا الناس اذا انا بسمع حكي الناس اكيد اكيد ما راح اوصل يعني. اذا انا بصير اوكي سهام غانم طلعت خلاص انتقدوها خافت، لا بدي اطلع، بدي يعني بالعكس بدي يعني اخليهم بالعكس يعني اقوي حالي واطلع. سهام هول الكفرز بالعاده بيكونوا مدفوعين، انت دفعتي؟ اكيد طبعا. اللي بده الشهره وبده الاعلان بده يدفع. ما في شيء، ما في سوري يعني. بحكيها بشيء ايجابي يعني. بس انت ما حتعيدي حساباتك بالطريقه، الطريقه برايك هي هيدي المثاليه؟ على هيدي الكبرات يعني؟ ايه ما يعني في وشوفي مش مسألة كيف الكفر أو شيء، مسألة لأنه أنا جاني عروضات بالمصر بلبنان ما خصوا بالإغراء، ما بيقولوا لي سهام لا بدنا نحن إياكي تطلعي أو عريانة، لا في أفلام كمان بكون مثل ما لابسة هلا عادي يعني، مو بيستغلوني أو بيقولوا لي لا بدنا إياكي تطلعي، لا. بس لا. اللي بيستغلوه هو بيساعد على استغلاله ولا؟ لا أنا برفض استغلال، مثل ما قلتي
بفهموكي غلط، في ناس بتفهم غلط بس تشوف. طب طلعت بكفرين انت؟ لا بخمسه. خمسه؟ ما 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 شفنا. لا بالخليج اللي قبل بالخليج. كانوا هيك؟ لا اكيد لا. بالخليج لانه بتحترم المجتمع. مش بحترم المجتمع، لانه بالخليج ممنوع النقابه عندهم اطلع عريان. ما انا افتكرت انه قصدك انه يعني لا. كنت بدي فوت على هذا الموضوع، لانه بتحترمي كل المجتمعات بشكل اكيد طبعا. لا انا بحترم كل المجتمعات، ما عندي بس لانه طيب بلا ما فوت بهذا الموضوع بالبلد يعني. طيب بدي بس كنت اسالك عن الكفر السابق، شوكان اكثر يعني صادم اكثر؟ مثل ما قلت لك انا يعني هذا ما بعرف اذا يعني بجيب كره يا سهام ولا بجيب التفاف. انا ما خصني، انا ما خصني، انه انت عم تحكي ببراءه شديده هلا، يعني في نجمات عودونا على انه يطلعوا بشكل ويحكوا بشكل اخر. لا انا مثل ما قلت لك انا انسانه ما بحب اللي على قلبي على لساني اول شيء، وما بحب اكذب، لانه مثل ما انت عم تسالي لي اسئلتك عم رد عليكي، ما عم فكر مثل عم تقولي. ما عم مين احلى وحده برايك من النجمات؟ كلهم. مين؟ كلهم. عبالك تكوني مثل مين؟ انا بحب كثير غدا عبد الرازق. بحب كثير. من اللبنانيات؟ اللبنانيات اكيد اكيد ستار، يعني اول شيء بحب هيفا وهبي كثير ونجوى كرم. نحن على كل حال بدنا نتمنى انه تقدري تشوفي الامور بشكل جيد من منظارك، حتى ونحترم نحترم يمكن طريقتك بالتفكير، بس هذا يمكن شوي بعض الاحيان بيخلق لك شيء اللي انت ما حابه انه ينخلق، اللي عملتي له هيك. صح مثل ما قلتي قبل ما تقولها. طيب. انا كمان بتشكر كثير لانه يعني اتصلتوا فيني وجيت لكم، لانه بعرف انا كثير بحبك وعندك هيك يعني بحب كثير البروجرام تبعك.